الغاز أسمنتية جاو واكسب 5000 جنيه. يعني إيه الأسمنت شك؟ يعني يبقى قلقان ومش على بعضه؟ أنا فين؟ أنتوا مين؟ أنتوا مخبيين عليا حاجة؟ مخبيين عليا؟ ولا يعني يبقى حس إن اللي حواليه قلقانين ومش على بعضهم؟ بقول لك الراجل اللي هناك ده شكله مخبي عليك حاجة. ولا يعني الأسمنت بقى محجر ونشف وما بقاش نافع؟ لو عرفت الإجابة الصح اكتبها في كومنت وممكن تكسب 5000 جنيه. الغاز أسمنتية برعاية السويس للأسمنت، أسمنت صح من غير الغاز.